هنتكلم النهاردة عن روتين عنايتك بشعرك في الشتاء. شعرنا بيفرق في نفسيتنا جدا لما بيكون شعرك كده فلافي وناتشورال وجميل كده، بتحسي ان انتي جميلة والحياة جميلة وكل حاجة جميلة. لما شعرك يكون بيقع وفي قشرة ومتقصف وهايش وبايظ وكل الحاجات دي، بتحسي ان الدنيا وحشة قوي. طيب لازم تكوني متصالحة مع نفسك، عندك ايا كان ايه لازم تكوني متصالحة مع نفسك. بس احنا بنحاول نحل، مش كل الوقت هيكون شعرنا ثابت في مكانه ما بيقعش جميل الفلافي مش هايش، بس مش كل الوقت طبعا ينفع ان يكون شعرنا بيقع وهايش وبايظ. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعالج. ربنا خلق علاجات كتيرة جدا. هقولك على حاجة، روتين كويس جدا للعناية بشعرك في الشتاء. مقولة خطأ انك ما تغسليش شعرك غير كل اسبوعين كل 3 اسابيع، لا غلط، غلط الكلام ده، غلط. انتي بتدمري بصيلات شعرك، لان طبيعي شعرتك. على فكرة انا قبل مثلا سنة ولا حاجة كان شعري ده مش موجود بسبب حاجات غلط عملتها زي البروتين والصبغة والكلام ده كله، يعني الحمد لله عرفت ارجعه تاني. يعني عملت بقى يعني سيرجز كتيرة وتجارب كتيرة، فعلا انا اقدر انصح بكل قلب جامد. طيب نخش في النصايح على طول. بس قبل ما اخش في النصايح، مش هقولك اعملي لايك ولا سبسكرايب ولا الكلام ده، انت لو عايز تعملي ده اعملي ده طبعا، وتابعيني لمزيد من النصايح والحاجات اللي انت عايز تعرفيها. وهسيب لك في اخر في صندوق الوصف او في التعليق، سوري، في صندوق الوصف او تحت الفيديو، هسيب لك رقم تواصل ولينك تواصل تقدري تتواصلي مع الشركه اللي هي فيها خدمه عملاء، دي بيكونوا دكاتره مسؤولين عن ان هو ترشح لك روتين كويس للشعر والبشره، وتجاوبك على اي سؤال وتقول لك تجيبي الحاجات اللي موجودة في الفيديو منين، او ايا كان لو حاجة ما اتكلمناش عنها او اتكلمنا عنها في حلقات تانية. يلا نخش في الموضوع على طول. بس المقولة الخطأ اللي عايزة اقولها لك، انك ما تغسليش شعرك في الشتاء، ده غلط جدا. لا، لازم تغسلي شعرك على الاقل كفاية مرة في الاسبوع، ماشي، مرتين بقى لو انت بتحركي كتير، اللي بتنزلي مثلا وبتنزلي في الشمس وشعرك مثلا سواء محجبه او مش محجبه، لا اغسليه مرتين كفايه، لان شعرك طبعا بيطلع افرازات، بيطلع زيوت، اصلا بيطلع زيوت طبيعيه يا جماعه. فروه الراس لما بتكون صحيه بتطلع زيوت طبيعيه. طب احنا لو تراكمت مع الهواء والتراب والجو الوحش ده، شعرنا هيعمل قشره وهيقع طبيعي يعني. طيب نعمل ايه في موضوع القشره لو مش عايزين نجيب حاجه غاليه؟ لو احنا عندنا خلاص قشره والقشره بتاعت الشتاء الرخمه دي، شامبو نيزا بيكس من الحاجات اللي مش غاليه قوي، واكتب لك صورتها هنا، حاجات هتفيدك جدا، هتبقى حاجه مفيده جدا ليكي. طب انا دلوقتي مش عايزه اغسل شعري في الشتاء، عايزه مثلا اقعد اسبوع كده بس شعري هبط كده زيت، كنت عاملاه مثلا بالبابيليس او بالسشوار او باي حاجه زيت بقى وهبط مني او كده، الشامبو ده الشامبو الجاف باتيست حلوه جدا جدا جدا، بتحطيه على شعرك كده. انا عايزه اجربه معاكم، بس يعني مش عارفه يعني هو يعني ماشي بنجربه مفيش مشكله، بنرجه لازم نرجه كده وبنحطه كده على ترشيه كده اهو، بيدي ايه بقى؟ بيدي فوليوم حلو وبيشيل الزيوت الاكسس. بس كفايه قوي ان انت اغسليه شعرك بعدها على الاقل بيومين، يعني امسيبوش على شعرك يومين، كفايه يوم او يومين. مثلا ساي مثلا خارج الخميس وخلاص هستحمى الجمعه، يا جماعه خلاص بقى يعني هظبط يومي ان انا هستحمى الجمعه، فخارج الخميس خروجه حلوه طبعا، ومش عايزه اغسل شعري واعمله واخليه مش عارف ايه او عندي اي حاجه، تمام، وعايزه شكل شعري يبقى حلو، وبحط الشامبو الجاف ده. بصوا حتى كمان هو انت المفروض ايه اهو، بصوا بيخلي الشعر ايه ناشف شويه كده، يعني ايه بيوقفه شويه كده، بيضيع منه كميه الزيوت الكتيره، تمام. بس ما تسيبيهوش على شعرك اكتر من يومين واغسليه، لازم يتغسل بعد يومين، لازم يتغسل بعد يومين، تمام. الشامبو الجاف ده حاجه استثنائيه. طيب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، الحاجه اللي فعلا فرقت معايا جدا وبنصح بيها كل البنات، الزيت ده حتى انا يعني عشان باخده معايا في كذا مكان بقوم قافلاه عشان ما يقعش. كشكنج انا كنت جايبه الحجم الصغير، بس طبعا يعني عشان باخده معايا في كل وقت وكده، بستخدمه كتير جدا، تمام. بستخدمه ازاي؟ بستخدمه قبل الشاور بربع ساعه، بعمل ايه؟ بعمل بالبتاعة دي، بوزعه على كل شعري، على كل جذور شعري، كل شعري من فوق لتحت من كل مكان، ما بغرقوش طبعا، وبحاول احط على الطروف، بجد بيطري الشعر جدا. وبستخدم العسل دي، الاداه القمر دي الريلاكسنج دي، وبعمل كده على شعري. بصوا حتى انا هنام دلوقتي، بصوا بتعمل مساج حلو قوي. بقعد اعمل مساج كده 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 عشان في ناس حبت ان انا اوضح لهم الامور في الروتين. بصي اهو، بصوا حتى يعني بتحسي اصلا انا هنام بعد الفيديو ده يا جماعه، انا هنام بعد الفيديو ده. بتعملي مساج كده، بتقعدي بقى تعملي مساج مثلا 5 دقايق 10 دقايق، بصوا تمام، بتعملي مساج فتره. المساج ده
بيوزع او بيخلي الدوره الدمويه تجري مع الفيتامينز او الزيوت اللي موجوده دي. ده حاجه اسمها ايرفيدك اعشاب ايرفيديه، تمام، ايرفيدك هيرب او ايرفيدك اويل، خلاصه اعشاب هنديه ملناش دعوه بيها، المهم ان انا خدت فايدتها. شكرا، بس كده، شكرا جدا، خدنا فايدتها. فخلاص من الحاجات اللي فعلا فرقت معايا، وفرقت ان هي تطول شعري كمان وتديله الشكل الحلو بقى اللي انا عايزاه، الشكل اللي هو الويفي اللي هو ليس قوي ولا هو هايش جدا والكلام ده كله، لا روتينه حلو بصراحه جدا جدا جدا. طيب برضو من الحاجات الكويسه غسلت شعري، بعمل بدي هوريكم الفوطه المايكروفايبر، ثواني، في فوطه مايكروفايبر بغسل بيها بنشف بيها شعري. رجعت لكم تاني، انا بحاول بحب اصور في الشمس، بس لما البس النضاره الشمس يعني بلبسها، بحب البسها وفي شمس جامده، تمام، لكن دلوقتي خلاص الشمس راحت مننا، بس بحاول اصور الصبح اصلا في الشمس يعني، تمام. اهي الفوطه المايكروفايبر اهي، تمام، دي خامتها جميله جدا جدا طبعا، هي يعني اهي يعني ده شكلها، طبعا انتوا اكيد مش محتاجه ان انا اقول لكم ازاي تستخدمه. بتعملي شعرك بس، وهتقلبيه او مش هتقلبيه، بتعمليه بتنشفي بيها شعرك، بتبقى حلوه جدا وممتازه جدا، ممتازه جدا 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 لان هي تنشف شعرك من غير ما تهيشه. انا كان شعري كده كده اكتر حرفيا كده يعني. ايه بقى الماسكه في ايديا ده؟ التحفه اللي فعلا للاسف وحسبي الله ونعم الوكيل، في ناس كتيره جدا للاسف بتجيب العلبه بتاعته، مش عايزه اقول المصيبه السوداء اللي بتحصل في الماركت، ان بعض الناس بتغشه للاسف، فلازم تجيبيه من مكان موثوق. هتضطري ان انت تجيبيه من مكان موثوق، لانك لو جبتيه بسعر يعني بعض الناس تجيبهولك بسعر خرافي، بسعر صغير قوي، وتقول لك هو ده الاصلي يا فندم، لا هو مش الاصلي بصراحه يعني، وانا لازم اقول كده ولازم اعترف، لا هو مش الاصلي، الاصلي اللي تقدر تجيبيه من شركه كويسه وسعره ما بيبقاش لا غالي قوي ولا رخيص قوي، طمني، تمام، مش بيبقى غالي، بس خلي بالك ان غالي فيه سعره، فيه مش بقول كده، انت حره فلوسك، انت حره فيها، لكن لما تشتري مثلا حاجه سعرها قليل وما تجيبش معاكي نتيجه يبقى انت ضيعتي فلوسك. انت فعلا اشتري حاجه كده، تشتري حاجه غاليه فعلا، حتى لو شاريها ب 20 جنيه او ب 50 جنيه، لكن مثلا لو شارياه بسعره الصح، قبل الشمس ما تروح مننا، بس لو شارياه بسعره اللي هو الموجود في السوق صح فعلا، الاصلي، هتلاقيه بسعر نوعا ما، ما ينفعش اقول سعره هنا لان في اوقات بيبقى فيه عروض والكلام ده كله. بصي كلمينا على 012-77-22-48-28، الرقم موجود تحت الفيديو، 012-77-22-48-28. بجد الشامبو ده حلو جدا، حتى كمان بيعالج القشره، بينضف فروه الراس كويس قوي قوي قوي، مع الوقت بيطول الشعر، بينهي التساقط، بس محتاج شهر استخدام او شهر ونص. الاصلي الاصلي، خلي بالك في حاجات كتيره مضروبه في السوق وسعرها قليل وهما بيبيعوا عشان كده يعني، والناس تقعد تقول لا اصل ما جبته وما عمليش اي حاجه. فاتحدى اي حد اشتريه بسعر رخيص وجابه بسعر رخيص وجاب معاه نتيجه، اتحدى، لكن اللي جابه بسعره الاصلي اللي موجود في السوق للصح، هو ده اللي تمام. معلش لو ضغطت عليكم الفيديو ده، بس كنت لازم اوضح بعض الروتين اللي موجود في الشهر. هنتكلم كتير في حاجات تانية كتير، مش بس ده اخر حاجه موجوده في العالم، لا في حاجات كتيره، في انواع شامبوهات كتيره جدا موجوده في الماركت، هنتكلم عنها وهنتكلم عن الحلو منها والوحش منها. شكرا ليكي، لو وصلتي حد هنا في الفيديو كلمينا او تواصلي مع الرقم اللي موجود في صندوق الوصف او تحت الفيديو. شعري طبعا بصوا انا يعني بحمد ربنا الحمد لله، يعني ربنا يديمها نعمه ان شعري الحمد لله يعني ابتدى يرجع بعد ما كان، هو كان قد ربع دول تقريبا، كان ربع دول، كان حبه صغيرين بسبب طبعا حاجات كتيره غلط عملتها في شعري، انواع بروتين غلط مش كويسه عملتها لشعري، رغم ان هي كانت في اماكن موثوقه بس للاسف ما كانتش احسن حاجه. انواع صبغات، انا جنيت على شعري مع السباحه، مع حاجات كتيره يعني، مش بس البروتين ولا الصبغه، انا مش ضد كل حاجه، في انواع صبغه كويسه وفي انواع بروتين كويسه، مش ضد كل حاجه ابسوليوت يعني، بس يعني لكن لازم تحافظي على شعرك حتى لو مضطره انك تعملي بروتين، مش كل يعني على راي دكتور هاني الناظر، مش كل سنه يعني بعادي يعني، مش كل شهر، مش كل 3 شهور اقصد، ممكن تبعادي مثلا كل سنه كفايه قوي لو انت مضطره ان انت تعملي بروتين، او خلي شكلك شعرك هيلثي كده يعني اللي هو فلافي، مش كيرلي قوي ولا يعني، في حاجات كتيره، في بصي في حاجات كتيره انا مش عايزه اطول عليكي في الفيديو. كلميني على الرقم او تواصلي على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف او تحت الفيديو، 012-77-22-48-28، كلميني او ابعتي لنا رساله، هنرد عليكي ونقول لك انسب روتين ليكي واحسن نصايح. واتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده، اشوفكم الفيديو جاي، سلام.